الغش والخيانة عليها ما بننضاف، ولومك يا مرشوم ناباو ومنه نخاف. نحن لساننا في سيرة البرية، من سيرة البرية بعافوا في وسخ المدينة نعيشنا عشنا نضاف. تواريخ بتكتب في السجل ماضيكم، طلاقة وش والترحاب كرما فيكم. أكتب غافية النمو غني عليكم، عارفكم أسود غابة وجبان ما فيكم. أنحنا يا طول غيرنا بس قل لي، ويا طول غيرنا بيشبح في الكباد والشيء. أنحنا أسودة عن ساحة الهجير والضي، أنحنا للضيوف ندي كثير مو شوي. أبشر والله. اليوم حلقة مختلفة في برنامجنا في حكاوي الدوبيت، يمكن معانا ضيفنا العزيز الشاعر الغامة عبد الله والدزاكي، ويمتد ترحابي على يساري بالشاعر الغامة وأستاذنا برضو أحمد ودقلباي. اليوم نحن في سياحة مع هنا الكردافة في بادية كردفان، مساحة من الشعر ومن الطرب في وصف الطبيعة ووصف الإبل. هنبدأ بأستاذنا عبد الله والدزاكي. كردفان يمكن معروفة بأنها هي بلد طبيعتها سمحة جميلة، أيوة، وفيها بالذات في موسم الخريف مع الرشاش والشوقارة ما قبل الخريف، وتاني بعد ذاك يبدأ ينبت القش. داير انك تصيغ لنا الكلام ده اول، يا سلام، حسب طبيعه كردفان بعدين تدينا فيها الشعر. والله كردفان بلد جميله، وانا تمام مغرم بطبيعه كردفان. سريبك جاني تحت الكوع مجدد، واسمه ظفر والجزر يقان هالمواقع، واسمه تاي فكري وصفك ما قدرت احسمه، برقك جاب له الليل ساق دعاشه ونسمه، أوضح طيف خيالك للجبال بيتغلط نادر، عود جمالك فوق بلد ما شفته، صيدك شفته فوق درج المريخة ختلته، شلت الفرد مجموعة بقطيفة قفلته، كركب سعابك وعاوي طلق الهمبريب برق العشا الهلباوي، يا الفوقك عريق نالة وهواكي داوي، ما ترفخ خدارك فوق سرابك وناوي، بعد الشم بقت عصرية ظل غمامها سحابها ومشت ليلية، مطر انطل في زينة الحية البدوية، غنى قعويها باكر شختر دقايلية، عربك شد فوق ظهر البزين باكرية، خدت العطفة فوق بصوفة الرغنية، يا الحباق خيالي وفيك سارحة سعية، أرضك شازعة بالدخن والحريح رغنية، أهلك هم صحابة وقبيل عقاب فراس، من دملوج قلوبهم خالية من وسواس، يا المحرية من جد الجدود ميراث، حريحريك حازم المرخى ومنور راس، فيها ربحها شربك حرير ويكتف فيها حريحري والدخن النداي تتهتف، الشوح فيها في روبة مريخها يقطف فيها حصانها والدرقة وسيوفها تلصف، أتكا تحلي بروقن حسايسي مغبنات فوق المدن ما بروقن، شال ضحوية سحاب الخريف الروقن، درت الخطة في سيال قماريب جوجن، بلدي الباجة وين ما تمشي تلقى مقيلة، بلدي مليئة بالخيران وبلدي جميلة، بلدي عريقة كل ما أقول عبارة قليلة، بلدي اللي فيها ودقلباي وفيها وسيلة، نظمها الراوي في وسط الغوافي وطن هواها عليل عالان للجرح كان أنا، حتى بلومها قمريها ودباسها الغنى، صوت جراري لود زنبارة يحمل فنا، نظمت الغافية جدعت المسادير فوق، بلدي عريقة مقتول بهواها وشوقة، حتى بلومها قمريها ودباسها القوقة، بحكى جمالها والوان الطبيعة الفوقة، رعد قبليكي مطرك شال طبيعتك سمحة وديانك هشاب وسيال، فيك ربع وضريسة وفيك سارحة غزال، فيك محاريب مزعف فيك وديات نال. أبشر بالخير، أبشر 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 أبشر. تحية ليك ولكل أهلنا في الباجة. مناطق كردفان يمكن مناطق معروفة بالجمال، نعم، ونحن بنقول عليها كردفان عروس الرمال، تمام، وهي عروس الغرب يمكن عروس السودان كله. أستاذنا ودقلباي بنفس السرد، نعم، والشعر القالوا والدزاكي نفس الروح ونفس الحماس، دايرين انك تتكلم لنا عن بادية كردفان. كردفان طبعا وسيعة وشاسعة وكبيرة ولامة، وهي طبعا باعتبارها دولة مسقرة، وقلنا ورح يا أخينا نمرك في الربيع نتسلى، أزور دكور على من السفر ما كلا، مخالي جراب والرقبية نكشب شلة، قاعد النجمة نم في باجة صدر الله، سلام يا باجة مرحبتين وجيدا جاكي،
دفسيبن يخضر في التواكي رباكي دفك همبريبك في العلل من ناكي ريحانك طلق عبق نسيما زاكي سماك عرش هرع جاب الغمام ظلاكي براقك شلع جمع البهم ناغاكي شفخنت العليل يا باجة زاك هواكي كالضابا ردوح زول يقول ما هواكي وعشبك فيك نور يام سماحك ساكي بهمك ضج بالدوبيت نم جناكي أمتك زعفت والمرخة فيها ضراكي وأم سليلة فيك زي إبرة مشكاكي تيسك فيك طربان يرعى فيه من ريخو فرحان كاوش الحمرة وحلال ومسيخو صقرك فيك علا ووطى عاني فريخو فرخو عناه درويش انبرق عن شيخو يا بعد الكرام ليك الكريم يتوقى كل الشكر هي لك وانت بيها أحقى خريفك موتو لا ماسورة لا من سقة لحمك صيد وضان لا كيلو لا بالوقة وفيك رجال عزاز إبليس بعشود دقة من حسب أصيل يا باجة خاتي النقة المظلوم بعقمه خصيمه بدو حقه والمنكر بشيلوه زفوزه فتبقى أولاد الحاج خصيمهم جد بشهون نقة سقاهم تموم سر الله لا منطقة جردوا السبحة كابدوا فيها كل مشقة صاموا وصلوا لا شربوا الرتوت لا الدقة وعهدا بدري قبل الفونج والجهدية في فغيت تمدوا ودقوا الركيزة قوية هسح فيها موجودين سوية سوية من ولي لولي لحقين ثلاثة ومية فعلهم كله نجيض مو شي تني راقبين الخيول والهيبة ليهم زي جدد عيسى اللي حامر ما بيسوي الني وإن قصدوا الجبل بلقاها فجة تضي فيك فغيت وفيك مربوطة فيها مهاوي وفيك بعير فسيح لا من نجع والداوي من جبل الشويح لبني وتدمكاوي أرضك واسعة لام الغري والبداوي وفيك مكايك الشيل والجراس الدق فيك وديان خريف مويتها سايلة بق فيك هياج تجيك من كسرة من الرق فيك شرايا للتاوي الرهيب بالشق وفيك زهر الندى فتح زهور وتبسم فيك كير البلوم طبق هدير وقسم فيك للهياج يا دابو يمصع نسم فيك كبسور شبع في حلف لا من عسم ويا باجتنا كلك خير وانت مرية عشبك صحة لبنك يبرد النارية الفاطر العجوز فوقك بتبقى صبية واللبن البدور فيك تنفتح له النية وايام الجهاد في ثورة المهدية فيك ظهرت رجالا تسكل الصقرية ظاهرين في البرازة الما بهاب الدية في المهدية كم سجلت من راسمية والتوديمة فيك ما جرست تركيا هدر بناقة ما شبع صقور وحدية وتسالم ظهر بجبر إسلامية وتحامد حماكي وهدد الجندية وزمن أسدك بكر فوقك نعام وزراف زمن واليك منه الإنجليزي بخاف زمن حماد مرابد فوق حدودك لافو والجاموس خليصك للبخون نساف وغفرك كان كتير راجل بيدخل حدك دفر الواكي سالم والشفيع وبرقع ضاوين خدك آها ويا باجتنا كلك خير وانت مرية عشبك صح لبنك يبرد النارية الفاطرة العجوز فوقك بتبقى صبية واللبن البدور فيك تنفتح له النية فيك بلوم فيك القمري فيك دباس فيك السكني ومعكار وفيك انفاس مسك الحر صيادك وقع كرباس خات لزيق مطبوع زي شريط الآس وإن سألنا عن الآس يا أستاذ الطيب موديل الحديث هملان الواحد والثمانين عابر الجيزان إن قصد المدن من باجة العربان بتوصل في عجل في روقة وآخر أمان والباجة طبعا طويلة في آخرها عملناها شكل جسد له راس ويدين وعيون ورجلين قسمتها بالغنى نعم قلنا لأبزح صدرك البنبط يغني عليك راسك وسيف نصرتك وباقي ليك عينيك حاميك وبصونك وما بيمضح فيك ساهر وصاحي فيك وعينه منك ليك وجامع فيك ماسك واحدة من يديك سيف عزك وسهر عيونه شان تحميكي العراك الجمع الجعليين فيطهم كمان راويك نعمهم فيك راتع وشت بيواديكي وجرار فيك زي نفسا بخش رأتيكي يقضقض بالنصر دايما بخوجل فيكي يبلهم سارحة راعيهم لبن ساقيكي فارسهم ضروس ما بدور خصيما يجيكي ايدك واحدة شنبول الكرم والجود الشوس المكايك في الملاقاء يسود فارسهم بيجيكي وعن حماكي بزود صميما لا بهاب الطلق للبارود ورجلك بيها قادلين المجانين ناسك الجود المكمل وهم صحيح في الراسك علم قراصة كل الأمة بتهاب باسك نعمهم فيك راتع ويام هرب حراسك وفيك ولاد شويح بشمالك يمشوا معزة الماء برزوا
لو حجر جبلهم رزا بطلهم فيك بين نصرات مبشر هزة ما فيهم جبان وجه مقفي وفزا هدر كيرك رزم كشح المصاح في سراته سلطتك المشير يا مرتطيع ماتوا بركا سهر عينه الليل وحامي فلاته الروك كاسره سايلات للبب دوماته ورزم الجقل عطفت قام نشيد حلابها فرز العمر من عداد قروه وجابها أرضك بكرة ما تسرد غرف قلابها زي العجبي ما شايل وساخة رابها وزي العجمي ما بسبب وساخة رابها. يا سلام دي الباجة طبعا يا أستاذ الطيب ويا مستمع ويا مشاهد اختصرناها لأنها هي طويلة يعني الباجة يمكن شريط كامل بالصفحتين اتسجلت بصوت أخونا ود البكري وفي عالم النجوم حتى حملة هيكسي باشا كانت جايبيها ذكرناها فيها قلنا له شجرة هيكسي يا الليل فيك قاعدة أمارة ما خليتي يسكن فيك ويسيلوا عمارة طيبتك واقفة ليكي وباقي ليك جبارة فارسك فيك بموت ما بيرضى أي حقارة والمرخة طبعا عندنا هنا زي ما ذكر هناك الحطيئة في قصيدته ماذا أقول لأفراخ بزي مرخ زغب الحواصل لا ريش ولا شعر ألغيت كاسيهم في قاع مظلمة فاغفر عليك رضا الله يا عمر قلنا له مرختك زي عروس نجدة سبيبها مسبل إن قالت تقش قيتها ليها مكبل تيس الحمرة بصوت مرختك متحبل والطاش فيك بيموت ما بيلقى جهتني قبل أخونا الدزاكي قبيل طبعا ذكر بعض المفردات ذكر الشوح والشوح هو طبعا الجمل الطويل البل عندنا هناك طبعا العنافي والبشاري والكباشي والبزعي وطبعا يتصف كل واحد بصفاته لكن الحائز على الشكر فيهم طبعا البشاري والعنافي ودي جاء طبعا من الشرق وأظن تيلا دنوق العصافير ذاته جاي في البل جاي اللي هو طبعا بقى تربه في السودان الليبل البشارية دي معروفة إنها يبقى الصبق يعني نعم أيوة خفيفة نعم وذكر البرق أيوة. برق الهلباوي الهلباوي طبعا هي الهلبة الهلبة بتقع شمال شرق وهو طبعا ناجح باعتباره البرق القبلي وذكر مفردات كثيرة يعني مفروض تدرس لشباب اليوم في الجامعات لأنه في أشياء ما بتفحص عنها بتلقاها إلا في نوع الأدب ده لذلك أناشد الناس الغايمين على أمر الثقافة في السودان إنه الدوبيت الأصيل ده والرصين يسجل له ويعملوا له مدرسة خاصة ويدرسوا للشباب اللي ما عارفين لغته اليوم يعني نحن ذاته برنامجنا حكاوي الدوبيت هو بيحدث للحاجة يمكن الغرض الأساسي من حكاوي الدوبيت إنه نعرف بالبوادي السودانية نعرف بثقافتنا السودانية عاداتنا وتقاليدنا كردفان البطانة الشمالية نهر النيل كل المناطق السودانية عموما من غير فرز مليئة بالشيء الجميل نعم كردفان كل الجمال يا سلام طالما ذكرنا كردفان معناته لازم نذكر الإبل فأنا دار أجيك يا ود الزاكي تتكلم لنا عن الإبل شوية في كردفان يمكن سعاية الإبل كثيرة في كردفان السر شنو يعني الرابط بين كردفان والإبل شنو والله الإبل السر شنو إنه هي كردافي تلقى بيحب الإبل وكلام وشعر عن الإبل على حسب طبيعة يمكن لأنه الطبيعة الطبيعة اللي هي يعني طبيعة أصلاً ما بادية سمحة جميلة أيوة وناسها طبعاً بيزعوا البل وناس ذاتهم هم بيتحركوا من مكان لمكان والرعي البل بسفر أيوة. يعني قبل العربات دي تجي وحتى أيوة. الآن يعني نعم أيوة. نعم وأستاذنا عنده مصدر كده في 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 بعير على الجمل إن شاء الله يكون حافظه أنا سمعت منه قبل كده لكن إن شاء الله يكون محفوظ المسادير المسادير فعلا هي المسادير بالجمال طبعا كردفان يا اخوانا لانها منطقه زي ما قال استاذنا الباي كبيره نعم شويه نعم نعم فهل بسافروا يعني ليه هسه عندهم الشد بالجمل بغموبه يعني نعم عندنا طبعا عندك مستار في البل ايوه والبل ديل طبعا عجيبات والبعيد بدنا يا سلام اكيد يعني هن سفاين الصحراء زي ما ذكروهن أيوة. زمان البل ديل عجيبات والبعيد بدنا والبل ديل بطانهم بالسفر بمغنوا يا سلام البلدل بريدنه فقير بغنن والبلدل بيابنه وقنف فقرنه البلدل سعيت القدر والبلدل سمحات انهياج وانفدر البلدل بيزعين حلف ما ودر البلدل فحلهن آه البلدل سمحات من فحل لي بكرة والبلدل كم حل مضيق من وكرة البلدل بطونهن بالنهيد من كسرة والبلدل سعيهن عنده أحسن مسرة البل والبنات والثالث النقدية إن تجاوز ليك تاني ما في قضية الغنى والنميم ومثال عربنا الحية فيهن هن والموت فيهن إجبارية وألبل والبنات والثالثة جمع المال إن تجاوز الليك تاني ما في إشكال الغنى والنميم
وتضرب الأمثال فيهن هن والموت في الثلاثة حلال. ومرضان البنات ما ظن ينصح طيب، ومرضان الإبل في ماصع ركيب جقلة دليلها صنديد فارس شحنيب ومخد تكره العيفة وخفيف الجيب. وقلبي بريد ثلاثة مضمرات في الدنيا، البل والغزال والكعب وقابض بنيا برضو ثلاثة، سده النفس ما من حنية الصدق والصلاة والصبر أعظم منيا. وما تقول لي ماعز لا بقر لا ضان، هي لما ترقاب الشكر وين ما كان، لحمهن صحة لا قارضي ولا مصران زي لحم السمك ما بألم البدنان. ومرة يا طيب أنا قاعد لي في ظل حرازة كده في دندلتي، الكعب وقابض بنية دي شنو معلش عن المشاهد؟ نعم، وكواعب أترابة. أيوة طبعا مذكورة في القرآن. نعم مذكورة. نعم. في القرآن، والقرآن ذكر أشياء زي ده، وفي ناس سموها تجسيدي وسموها. أيوة. نعم بيجيبوها بيقولوها يعني. فقاعد لي في ظل حرازة كده، وجات ناقة ماشة وما معها زول، والناقة يعني ما شاء الله جميلة يعني عربية أصيلة حلوب وحرة. فقلت الناقة مشلير ربح الجنة بسعاها، مشت في الأرض عاص الأرض عاصراها، حاتفة زنت المرفوضة كر بوراها عينه الحمرة دي أنا الخلف تخشاها. وعندنا الشاعر القديم طبعا عبد الله والدريس الشنبلي، نحن لما نسمع نقول عبد الله والدريس كده بدون تسمية إنه عبد الله والدريس الكباشي. الكباشي. نعم لأن الناس بتعرفه هو له التحية، هو رجل غامة يعني في البل في كل أنواع الشعر. ف انت تقصد لكن عبد الله والدريس الشوبلي؟ انا قصد الشنبلي. شنبلي ايوه رجل كبير وتوفى الله يرحمه. الله يرحمه. فعشان يشكر الناقه قام ذكر الحاجات اللي تحتها، قال سعيت المعزه وتعتر من نبنين لابو غتر، سعيت الضان جرب جدر، قالوا لي السعايه بقر، تاري المنجوه كسر الكر، فالحن لما جري وحصل فريق تب جاري رقل، فالحن لما جري وحصل لقيت مجد نمر ريال. قال مرض على المقدم والميخر، حلاف صد يتعذر، قال ان شاء الله العجل ينضر يقعد في حالته ما يكبر. مرض على المقدم والميخر، حبك النار قريب قيل شرب شاهد تقيل وحمر، حتى قبل في الناقه قال الكلام مخلوفه المحور. ام ولدا طاردهم زرزر، ام لحما مرق في دول، ام لبنا في السعون مرر، الدكتور ذات منا سعل قال ده مفيد من حقن وابر. البل طبعا هي أجزخانة كاملة ومدرسة كاملة، والشيل فيها ذاته مختلف من السعية الثانية. يعني قالوا حتى بالنسبة للحيوان عند الفحل الحيوان المنوي يختلف عن الحيوانات في الحيوانات الثانية. سبحان الله، ربنا في الغرام مقولة. نعم. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقها. نعم قالوا لما تخط في المجهر بتشوف صورته صورة جمل عدي البعير. سبحان الله. وفيه علاج حتى أشقل أمراض السرطان، يعني إذا زول قدر عمل وزنه ما بين لبن الناقة الحلوب البكر وما بين بولها، يعني تلقى لبول البكرة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحتة دي طبعا، قال في أبوالها وألبانها. إذا قدرت المغادير وزنتها تماما حيعالج السرطان بيقول بدون أي اثنين ثلاثة. كذلك الناس اللي بيطشوا في الصحراء صحراء ليبيا يعني بيشربوا من الفرد. أيوه. فرد البل ده يمكن أنت لو شربت منه ثاني ثلاثة يوم ما عندك مشكلة لأنها بتخزن الموية. نعم. وكبدة البل إذا أكلتها برضو يمكن تغيق من العطش البكتل في الصحراء. كذلك البول، بول البل بيعالج الصلع، يعني حتى القرع إذا زول مثلا جاب الناقة البكرة الأول ولد لها ولقيت لها بول هذا وعملته بالعبس، طبعا العبس اللي هو البول الناشف ده بداوي الصلع وبيزيد الشعر عند البنات. كذلك الودك، وده كلبل فيه علاج، يعني علاج للجروح الشقوق وعلاج للشعر الحسناوات. طبعا زمان كان كريمين هو الودك بتاع البل، تستعمل الودك وشعرها ان شاء الله يبقى زي شعر الهنود واشد واعجب. وعنها الكلام كثير جدا جدا، احنا لو قلنا نتكلم فيها ترى لها حلقتين ثلاثه حتى انه فيها حقها. الناقه يا استاذ كذلك عندها سبعه مياسر، عندها الرسن باليسار والعقال باليسار والحقاب باليسار والبطان باليسار والحليب باليسار والركوب باليسار ونحرها ذاته باليسار. فدي سبعة، وإذا روحنا نخش جوا بنلقى أكثر من سبعة، لكن
كذلك المواليد بتاعاتها طبعا انا اغلبيه التعامل معها باليسار باليسار من الركوب للنحر للحليب للشتاء بعد ذاك عندها حنيه جدا عندها حنيه ما عاديه يعني الجمل حنين النوق يضربوه بالمثل يا استاذ نعم نعم يضربوه بالمثل وبعدين في تشابه بينه وبين البشر اوكي البل والبشر بتشابهن يا لبيب واسمع مني ولد الناس حقت ما بخيب كان جدك هوين ما بتكون فرنيب وكان ولدت خيار ما اظن تسوي العيب اللبانه في حساب الهداد بتلبن وتيلاد السبوق تجار فالح تزبن وتيلاد السبوق تجار فالح تزبن والتار عندهن جوا القلوب متحبن بعد طيبتهن دي وذكرتهن وحياتهن السمحه دي الجمل ما بخلي تارو يعني واحد اتذكر من ناسنا سارح وماشيين الجزو الولد ضرب الجمل وبعد ما ضرب الجمل خلاه هناك مع امهاته ودخله في سدره يرتاح شوف من هناك قصة ضربه كرفه شم ما شم ما معروف المهم جاء قتل الولد ده دعكه ومشى أهله مشوا الجزو قدوا فيه فترة يعني ثلاثة شهور الجزو طبعا سافل جهة الكوابيش ومننا شمال بعد ما قضوا فترة جو راجعين نوخوا في نفس الحتة دي الجمل يذكر الولد طبعا أهله افتكروا الولد ده بسترحى ورجع البلد مشى ليل سدر الجبيل لقى العظام عظام الولد مرقن وبقى يدعك فيه يعني شوف بعد ما تويبس عظامه بقى هنا بقى يدعك فيه فهنا اللي بيتعامل معاه تعامل جميل بيتعامل معاه جميل يعني يمكن الفحل لو يهدر وزود ويتشتت شافح صغير يمكن يسوقه يمشي به في حين انه يمكن 100 نفر ما يقدروا في حاله الهياج ما يقدروا يسوقوا لكن شافح صغير متعود عليه ومولف عليه يسوقه يمشي استاذنا قلباي كلامك عن الليبل كلام الناس ما بتقنع منه ولا بتمل منه والليبل زي ما قلت المحنة كلها فوقه سيدا هاجت هو اللي بيرضيها وهو اللي بيثبتها وفي نفس الوقت الصعوبة كلها فوقه انحغدت عليك ولاقتك بعد 100 سنة وانت عشت وهي عاشت ما بتنساك ولا بتخليك فوق ذلك هاي نمشي يا أستاذنا الدزاكي للغزل هنا العرب بيقولوا مثل بيقولوا الغزل مويت الشعر لا سلام أيوة فنحن بنقول الغزل الناس بيقولوا يعني بعض الشعراء وبعض الناس عندهم كلام يقول لك انا بعد كبرت شوي بقيت ما بكتب في الغزل، نحن قاعدين نقول لهم الحب ده لما تيجي معاه الحكمه والعفاف بيتجمل نعم وبيبقى سمح وبيبقى طاهر اكثر طاهر ايوه ترسال الفرق وحصلني ولقيت انذار وشال قلبي المسافر يبقى كيف اخباره شغل فكري وشغلت افكاره عذبني البريد روحي ومكوكب ناره الأذان بعيونه وصفع عزال واتبكيت ومحسور مقلتي ما سالوا ساعة يد والختم البليج في شماله شال قلب المسافر يبقى كيف حاله سيف الحب مجرح وحالتي ما مقبولة لي حبيب أسرني ولي روح معزولة هل يا همزة شاهدت سماح منقولة شفت دموع تقطر من مقل مكحولة الأزمنت حايس بطرف حلولة متمنيها ضوق لهجتها أسمع قولة حين ما جاتني نسمات الشمال مهلولة أبكي عليها محسور والدموع مبهولة أسر الريدة بحلي من عيونك سارك ختمك لج زي برق السحر اتبارك شبه الجفل الحاروق قاعد يتدارك أمسيت فاقد سلمان عقل جنة وفارق آه أنا من عيونك وخدك العسالي سهرت بيك عيوني وبيك مشغول بالي دم روحي العزيزة وهبت ليك ما غالي باحت ليك أسراري وبقيت مدعالي من يوم ذاك مشغول بالي قول للعمدة سر نغمات لهيج الحالي زول شبيهة لقمر مكمل وجالس إنها لامع البرق السحاب وشمالي لا تغاني المراضعة وحرها البيسم كيف ندعافة من كبد بقطر دمه روحي أصلها بتريدك عليك مهتمة تلتلتيها لكن الأجل ما تم بعد سجلتي فوق دفتر هواي أغوالك نسيتي وصية ما خدت الكلام فوق بالك حات ريدتنا يا المنقولة قطر انشالك فرق بيننا شال نوم العيون قبالك ما بحمل براك لي صبر النهالك كترت العناد يا منجوها سيبي دلالك يا مشتولة الشت والنسم شبالك يوم خطينا في حدقات عيوني قبالك بتبادي وعزيز تنساب غزرديس هالمسايف وكلب الكراب ركوب راسي ومشي الباقي غير مضراب ضرب طير هالمزيبق وخدت لين قراب البريد وبيخي لقى الجمال تفرد رشيماته ودرب طير المواقع الخد بنفس داعش الليل وعبير الند لهجا حالي عن ضوقه ولطافة الرد
أبليتين يا منجوها زدت بلاوة يا الكرفك منعنع سرنويلة وشاوة فرعك تك فوق جدول مياه هنا وعاشق الجنة يا شلبية كيف الداوة أزيد حنية بتزيد في قساوة قول أنساها ظالمة وبرضو زايدة غلاوة أما أهل انعزاز نسبة وعرب بداوة طاعم قولها الهج الحلوة فوق نداوة البارحة ولا البارح كارر مش العيون ما تلاقى فاقيدة صاحشت للجنين توتي الفتق عراقة أبشر قول لي زهرة الروضة المتب الرساقة ما السالين ما دنيت له فراقة ما السالين ما دنيت له فراقة دنيت له فراقة يا عمنا الله ودزاكي ليك التحية بنفس النفس الطيب ده دارين نمشي لعمنا قلباي برضو يسمعنا في الغزل نعم للغزل طرف يعني مرة يتذكر كنا راكبين والحافلات الزمن ذاك الموقف كان جنب السوق العربي جنب الجامعة الكبير صح يراكب لي في هايس والهايس يتملأ فضل كرسي على يدي اليمين اللي هو كرسي النص ده جات بيت خريج الطب وما شاء الله يعني بيشوف العيون قبل ما نشوفه اول ما جات داخله ها في واحد جنوبي كان راكب قدام قام من مقعده وقعد جنبي هنا في مقعد الفضل الله ده والبنت لما جات فيها عطر تقول تمرغت في المدينه المنوره يعني العطر كده لما جاء بخ الحافله كلها كلها تكيفت للعطر ده فقلت فيها رباعيه جاتنا عطور وفايح سكرنا دخنا وقعنا انفتقت جروحنا وزاد علينا وجعنا يا الكباشي لم خيلك سريع افزعنا دلميت الجميل ده اخر قلوبنا رصعنا رمغت بنظره لورا صاحبي جنبي ده شهق تسمع لا اله وما قدر يتم الشهاده الجماعه ضحكوا ناس الحافله طبعا عرقنا ما نكبوا مويه فقلت نظرت بسوديها وعطلت تسبيحي انا كان عندي لي سبحه كنت اخذتها كده مسبح بها لقيتها جات بي هنا جابوا شنو ماني عارف لحتك نعم فقلت نظرت بسوديها وعطلت تسبيحي أسلم باطريارك زنجي وجزور ومسيحي شعري وسر غناي في الغزل ومديح كله وهبت لك يا آس شقاي وحيحي جينا برضو من السعودية وكنا في بور سودان واليوم داك طبعا عندي شعر كتبته في بور سودان بيقروا فوقه ها واحد قال يا أخي الكلام ده الكاتب منه عندنا أخونا اسمه عبد الله ودركين له التحية من هنا والتحية لأخونا إبراهيم محمد يونس في السعودية والتحية لأخونا أبو عاقلة لأنه الأشياء دي مرت عليهم طبعا فقال يا أخي الكلام ده كاتبه منه قال ليه هو الكلام كاتبه زول أخونا ده أحمد قلبايدة لكن أن إحنا دارين يكتب لنا حاجة تكون قطع أخضر قبل كده لا تقالت ولا تسمعت فقلت لهم يا أخي يمكن نكتب حاجة تكون قديمة عندي وجديدة عليكم لكن الاختيار لكم أنتوا أطلبوا الموضوع الدايرين إذا ربنا قدرنا نقول لكم فيه فقالوا هو عزبه أكذبه الشعر فقالوا لي يا أخي إنك بارك لي نعيد على البيت الجايدي طبعا لا بتعرفنا ولا بنعرفها والشعر مرات يستلفوا من الخيال اليوم كان تانية العيد ولابسه توب سوداني ما شاء الله والتوب السوداني يا جماعة في العالم كله هو أجمل زي بالنسبة للحريم فزي ما بقولوا المغطى غالي عشان كده نوصي بناتنا دائما يتحشمن ويتسترن ويمشن بالنهج ده لأنه نهج حبوباتنا القبيل كان كريم من الكركار والمسوح والزيت والديكة والحاجات الطيبة يعني هي أطيب من الأشياء جابوها لنا هسع دي لما يطبقها الحر لونها ذاته بتغير وطعمها ورائحتها بتتغير فقلنا لا قالوا لي تبارك عليها العيد البيت الجايدي وكانت محننة ما شاء الله بالحنة السودانية فاستلفنا من الخيال وهي لا سمعته ليل ليلة ما سمعتها ولا عرفها قالوها فيها قلنا له عليك العيد مبارك وباركيها المبروك يا جمرة غرامك في الفؤاد معروكة برات من خلقة الله وبالسواد محبوكة والشعر المفزر وصافي دون باروكة مخ عقل ارتبك وتشابك لسلوكة دقات قلبي زادا وحاكا ندلوكة كل الريدة ليكي ولسواك متروكة يا الخلقوك من حوار عدن مسبوكة خشيما حالي ما ظنيت وضاق مفروكة ايد تنقاد تقول لي العاني يلعن ابوك تقول لي الصيد تعال شوف الانيس سبقوك ذوق وجمال وعفه وحنه مع ابوك عليك العيد مبارك وعيد نبيك سعيد
يا الوضعوك في فرحة ليالي العيد شي شكلينا يا المبروكة اللي الإيد شان شلالك أرواح ناس جدا هات في الريد واليومات داك نحن جايين بنك ومن الطرف برضو مرة كنا في السعودية ومعانا جماعة كده وبالليل بيجوني طبعا بيتونسوا معي فالمهم بياخذوا الجديد بيجيبوا لي الجديد وبنديهم اللي عندي من الشعر فاليوم داك لاقوا لهم بدوية جميلة جمال شديد أكرمتهم وسقتهم الموية وقهوتهم ودتهم القدوع البلح زي ما بسموه لعرب الخليج فجو شكروها جدا جدا على فعلها وقالت لهم بيتنا بيت سودانيين متى ما احتجتوا لشيء طبعا البدو هناك كريمين جدا أكرم من الحضر فتكيفوا لكرمها وتكيفوا لقهوتها لكن قالوا الأعجب من هذا وذاك الجمال قبل كده ما شفناه كله كله فقالوا لي يا أخي تمشي شوف بعينك وتجيب لنا صورة حية من الصورة دي المهم مشيت كان من زالي من ضالة ولقيتها معاها أبوها بتقول كلام بنعرفه لكن بنقول لها ويش قال العود الشايب قال شنو بتقول قال كده 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 بنتكلم أنا بكلام السوداني جاي أداب طبعا بنعرف أشعارهم وألغازهم وكل شيء عندهم فبقول لها ويش قال السوداني بتقول له قال كده 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 المهم بعد ما شربنا القهوة طلعت لي في حتة عالية وكتبت كلام وجيت لناسي المسا في البيت طبعا لقيتهم متشوقين يا زول ان شاء الله جيتنا بحكايه قلنا لهم جيناكم بعتب نهات دون القهوه ولا نقهويكم انا قال لي لا تقهوينا انت فقمت قلت لهم قلب الجن بعد شطب الهموم انساه قام الليله ولع جمرته واجاها شاف لصبي ابوها وامها في حضاها قال لي بحلف وحلف لزوم نعناها قلت ما دام حلف يلاك نقوم نغشاها الا ابوها بدوي الهانة ما برضاها قال لي اخذ بالبارد وقف لي معاها وان جاء ضيوطه وانا نريب الدفاها جد عانيها حسب رجولي زايد اخطاها وحسب نبطي ويصل المية ويتعداها بشوف نزعتها زي فرخة بدرك بي وراها صدرها عالي ضامر في الفصال حشاها بدون ما ندري ان برش اللسان حياها والقلب المعذب في صميم هواها قالت يا هلا مرحب اتحركت شفتاها قالت يا هلا اتحركت شفتاها احسب روحي سكت والصدر ضباها نوت الطلعة إلا لساني ما خلاها وتركت كلامي لعيونها وعقدت لساني بقيت نتشابل النظرة بقت رايماني جريت نور طويل خفضت نور تحتاني صفيت ودي حتيت وبشكت حناني وبلغة العيون زيت تقول عارفاني يا هلا مرحبا إشلونك السوداني كيف حالك السوداني يا هلا مرحبا إشلونك السوداني رديت بالعيون وتحركت أشجاني ولو نش شايفة غيريدك سبب أشجاني قالت لي أقلط ولعت نيراني أحس بجسم زاد وأعضائي مو شايلاني قالت لي إيش فيك حاس بشدة تاني ولا هو الغرام نفس الصباكة صباني هنا طبعا يتمنى تكون معه سافي الجبل كون في كردفان قلت يا رب أنا نكون في عالم تاني قلت يا رب أنا وهي نكون في عالم تاني سافي الكون سكون حياتنا تبقى تهاني الشافك تمحن فيك يا بدوية والحكله بيكي ضلوع صبحا شيء عم الطاهر اللي مكة ناوي النية لو شافك يسبي الحج لك هدية قلنا له عم الطاهر العبد الصلاة والصوم من حكله بك يا سمحة غلب النوم ناوي الحج في اليومين ده عاوز يقوم بس لو شافك ما أظن يرافق التوم أحمد ودعلي اللي منقوله لك يا ريلة من شافك فقد عقله وترك تهليلة حني وأرسلي من غيره ما لي حيلة عشان في بلاد سعود باقي له مدة قليلة ود يوسف سألته وقال عنه وصافك فارق قلبه منهم جيتي مرة وشافك مشيكي مهيل بيك محملات اردافك عنق كريل وديسك خيل وضامر هافك اخر شيء قلنا له وصفك في البنات مزبوط عادل مية ومس ايدك يفك الخصمه رفض الديه المتخلف اذا شاب رقعك يا بنيه يقدل في مراكز الشرطه عينه قويه يقدل في مراكز الشرطه عينه قويه يعني تبقى لبدا لغام يا سلام دي اسقيت بقى جماعه القهوه نعم نعم دي قهوينهم بها طرفة جميلة أيوة. والله طرفة جميلة ودارين نمشي الشمال ده برضو نمشي طرفة نمشي جميلة خد راحة نعم والله الرزاق تفضل شقينا البلد في كل خطوة عديلة مراتع نوكا شفناها وطراي قريلة اغري سلامنا لأن أعساد عيونها كحيلة رجوعنا تقسنا وجينا الدجيج يا الليلة بروق القبل صبحة لاجة صبر ضنين ونيران قلب صبحة واجة
يغري سلامنا يا نسمة جنوبنا الحاجة عيوننا تعود السهر الليالي ولا جاء قدام دقوا ياخد درعتنا على لداكشين صحرة البلد الغزار جبالة حجر النسبة ما تدقوه ناس رمتالة إلا من الدرين وما متشبهين بعطالة سبنا الدكاترة وسمينا بالحرية دقينا الخيم قدام أبو طاقية ما بحرقوا الدوام تبادلوا الوردية أخوان ضامرة الهافل عيونها صحية دقينا الخيم فوق حرة وسمومة وقلوة وفارقنا اللهل وكرم الضيوف في الخلوة فارقناها قهوتنا السمية وسلوى تلفون الحبايب والرسائل الحلوة عليل بيسمى حنبنا أصفاتنا وبسينا وهاجر بلده بعيدة باكرنا وليهم هاجر تاهت فوق أفكارنا ومعانا التاجر اسمه التبري تاني ملقب إنه الناجر نطينا الجمارك نور الجهيوات طارت دلينا في الجلعة الملان حجار الفوق جيت اللي بسنوا البنات نقار كايس له في جبال بحمد دوار جينا بحمد النفوس طربانة شفنا الكوم على الفرد المخشب زانة اطمنا شايفين الخزم مليانة شفنا معادن الذهب الرجح ميزانة أحاسيسهم معايا وغربتهم مفقودة وين ما فاتوا أخوان الندية خدودة درب الناقر والصخر البرز بارودة بالنا عليه لما تكمل المعدودة عندي صديقي طول في الجبال السافلة وين العمدة وين نظم الغوافي العاصلة فاقداه البلد بيه الاهل ما غافلة فاقداهم حنان دفت الروين الجافلة تلفون جاني من زولا بيعرف غدري نايم فوق جبل متلبي بحجار في صدري درت الرجعة لبلدي وهواها العزر ظرف الغربة كل ما يوم مجدد هجري ظرف الغربة كل ما يوم مجدد هجري يا سلام ده في الذهب يا سلام والذهب بيتعب الناس الذهب الله يبلغ فتشوا عنه وسافروا له والغربة والذهب غالي نعم وسوداننا ده طبعا والله خيراته كثيرة من الزراعة لذهب لثروة حق الناس تحافظ عليه ويبقوا عليه عشر يعني زي ما قال ود ادريس باللجنات مشمل بوك لنبض الراس واتعب الجبل وقتين يهاجموا الناس الحقيقة زول يمشي الذهب هناك عمنا قلباي ويشوف الواقع حق الناس زي الجبال دي انزل بدكوها دكن زي ما بقول تلقاها مقرقره قرقير شبه الاجنات وشبه الدلميت وشي فسبحان الله كل ذول فازع رزقه نعم نعم, نعم. ايوه هم دي قالوا كنوز الارض يعني الانسان نعم. لازم اكيد كل ذول ونحن بلدنا بخيره يجربها يمكن ربنا يرزقه أيوة. يعني اكيد نعم انت يا عمنا قلباي يمكن على سيره السفر سافرت مناطق كثيره نعم في سوداننا الحبيب يعني نعم ومشيت مناطق كثيره هي اشبه بالباديه الكردفانيه بوادي نعم. تانية يعني نعم فدارينك تورينا وجه الشبه والخلاف اللي لقيتهم بالشابه شنو والشي اللي لقيته مختلف شنو والله طبعا الشبه بيناتهم كثير يعني بين باجتنا بين الباجه باجه كردفان وما بين البطانه في شبه كثير يعني يتشابهوا في الشجر وفي الابل الابل عندهم كثيره وعندنا كثيره الشجر كل انواع الشجر اللي شفته في البطانه كذلك في الباجة في موجود لكن في حتة الأرقسي الأرقسي ده عندنا موجود طبعا في كردفان حتى قلنا له فوقك أرقسيا ده قريش مشتت ونبقى كل عنب يا ده وسدره تحتت فوقك جقلة مرحت في الدبيب توطت فيك البرقة شبعت وفي مشيها لتت والنبق هو ذكرنا طبعا كثير ولا لوب وكذا يعني غنية متشابكة الأشجار يمكن القضيم اللسع بيجيبوه هنا أغلى من التفاح وأغلى من البرتقال وأغلى من الأشياء في السوق كلها يعني هسه حاليا دارت تطلق الضيم أغلى من ذلك وفي حين أنه العلاج يعني الناس بيقولوا فوقه دم سريع بالنسبة للغذاء عندنا هناك طبعا الغزلان كثيرة الغزلان يعني زمان أنت بتشوف الغزلان مشات سريب بسموها الروينة سيد روين أي الروينة بتلقاها زي 16-17 غزال مشات سوا لما تشوفه من بعيد وتقول خايف ماعز يعني بلدنا زمان كان النعام فيها بلد النعامتين ثلاثة بتلقى كوم من بيض النعام يعني بيشيلوه والكلام ده انتو كل شفتوه وعايشتوه على الطبيعة النعام ما حضرناه والغزراف ما حضرناه لكن حضرنا الغزلان وحتى الآن موجودة لكن هنالك الصيد الجائر الصيد الجائر يعني تلقى واحد بتلقاه ضابط عشان عنده بطاقة يعني زول بقدر يتكلم معاه ما في يسوق له معاه دكتور يسوق لنا فرين ثلاثة ويمشي يسمره بدل يقتل غزالين ولا ثلاثة غزلان يقتل 20 غزال يكونوا بعض الأجانب يمكن يكون بطريقة شوية غير ما في تصديق ولا نعم ما في تصديق يعني ما في ترخيص ما في حاجة زي ده عشان يكون كده جاير يعني زي ما قلت نعم نوصي حرس الصيد يفتح عيونه كويس ويظهر للحتة دي يعني احنا مستمتعين
احنا ما مستمتعين ذاتنا بباديتنا، لكن مستمتعين بالاجانب اكثر مننا. صح. عشان كذا السفر سمح، بالعربات سمح، بالقطار سمح، بالطيران سمح، لكن احنا عندنا السفر سمح بالبعير. بالابل. ايوه. حتى اتذكر عندي جمل سميته الليزر. السفر زي ما ذكرنا طبعا بالعربات وبالطائرات وبالابل، وزمان زي ما ذكر الامام الشافعي تغرب عن الاوطاني في طلب العلا، وسافر في الاسفار خمسه فوائد: تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجدي، الى ان قال: ومن قال في الاسفار هم وكربه وتشتيت شمل وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته في دار هوان بين واش وحاسدي. لكن السفر الممتع عندنا هو سفر الابل. فاتذكر عندي صاحبي اسمه علي قرقاب، له التحيه من هنا، جاب لي ابل من الشرك. ابل الشرك ده ابل ما شاء الله حره طبعا، ذكر هنا الشوراني والرخلين، ترب الحري ترب الحوري جمال الكاهلي والحاج حامد، حبوباته 9 عداد حساب جامد. يا شرات فلانة الحاوية كل محامد أهجم دورها وصبح نارها جمرها خامد. يا سلام. قصة الحوري ده طبعا معروف، هو جمل تابع للكواهلة، وكان طلبوا الحكام الزمن ذاك وقالوا له: يا أخي تبيع لنا الجمل ده، لو نبذل ذهب ما عندنا مانع. قال لي أولاد عمه: والله أنا عيني دي جاري فيها الموية كده، ما بيتباع، ما الجمل ده ما يتباع، والخواجة ما يركب فوقه أبدا. جمل ركبته فوقه أنا وكاهلي وجدي الزبير، ما يركب فوقه خواجة. فالمهم مشى ودفعوا له الشيخ يوسف الهندي، الشريف يوسف الهندي. قال له: يا الشريف جمل ده والله لا داير فوقه نقد، لا داير فوقه بديل، جبت لك هدية في الله. هداه له الشريف، قام قال لناسه: الزول ده تدو 10 نياق، ادو 10 نياق، وصاد الجمل ده وفحل معاه 10 نياق، وجمل حر يخد على زرجه. قال له: يا ابني انا عارفك جبت لي مخلص وما داير مقابله شيء، لكن ده ما يعادل ربع جملك، اقبلي مننا هديه. يا سلام. فقام خدت عليه العرج اللي لسه بغنوا عليه الشعراء ده. ايوه. ومن تيل هذا الجمل ده، هذا الشوراني جمل، والشوراني سماه شراد، وقصته طويله. شراد المصدار المعروف بتاع الشوراني. المعروف. نعم. نعم. بعد ما المجلس الداعين نشاور وفاتنا. أيوه. دارت ونست السر والجهر بيناتنا. أيوه. خط صراح مع الفجوة في نار وماتنا، لا من نبه الأذان وجاتنا صلاتنا. أيوه. فالليزر البعير ده أنا اشتريت منه طبعا، جاء من واشتريت منه 7. أيوه. ففيه خيار سميته الليزر. أيوه. وخطيت عليه التاية وتحركنا منه بزيد. أيوه. فقلنا: ودعناك يا أمدرمان. أيوه. علي بشرا طويلات سوق عدا القران، وراح يا اخينا جر لنا النميم يا فلان على بلدا تبكي الهين والنيسان. حركتوا بالليبل ساي، حركنا بالخلا ساي. اي بالخلا. قلنا رحله الخلا ممتعه. ايوه. اي ودعناك يا مدرمان على بشرا طويله السوق عدا القران. أيوه. وراح يا اخينا جر لنا النميم يا فلان على بلدا تبكي الهين والنيسان. يا سلام. قلنا جله انه له عجله كعصر يا ليزر قنانك مده. أيوه. ولوح بالوداع ليه بزيدوا ارضا بدا، الحاسب غيابك في الاصابع وعدى له، اشتقنا يا الليزر ورح نتعدى. الليزر هنا تكلم قال: زرد الحسكه في كنكون وجوج حرده، وعزف اللوت على كور المواقع الشده، قال لي: السفر انا بيه همام انهدى، توصل بمهل عند البي المعخده، وفات ارض التعاويض عاصر الدرب قد وجونا مشني وراسه مخمور فده، على بلد المسايرو بتبقى له مخده، نيته البركه عين بيت السحل ما فده، واخد تهدينا عند زول يعبق ندى، شربنا الجبن عند الواعي ما من سده، الورث الاصالات من ابوه وجده، صافي عليك تدون كير في تريك مو رده، من العامريه غرب والقران قدامه، خايفه يطير فارق له الرسن لزمامه، جوجح والهوى نافخ له ريش اكمامه، نيته الوصل بتشرفا بسلامه، ونزل عند جمعه كفاي الضيوب بالجمله، اجواد جود وفز فارسا بقود الحمله، حاويها المحامد فيه سد مكتمله، ضبايح وعظمها نزاز ذهن وساق الرمله، وجمعه ما قصر كرم كل اللزوم سواه، 50 كيلو تقديم حتى صدق قفاه، الليزر رقص 6 الهسيس سواه، قصده يواصل العرش الوضيب وكساه، وداق وز الضلوع جاه المؤصل وسمه، خلال مفتاح وتبره وعاجب الناس رسمه، قصده يواصل عند الضمير من قسمه، عن فاطر بشيل شبح الظلام بالبسمه، أم نبقى مرق ناطر دارها جاه يزوع، أب حسب أصيل شرقاوي شارد كوع، قصده يواصل عند الوصف مربوع بنورا إلالي، ولضمار ظلامنا شموع، وديك إيد القبر جاهل وبرت دقاقة، فاتت يامن الحدبات وإيد الناقة،
قصده ينور منور مبق بالطاقة سد عرضا وفير في الحلة ما مراقة وصل ديرة الصفر عند المقيرينات يشلشل فيه حسكته وشرف الغاعات قصده يواصل السمحة رب ذاتهم حدق الحلات تمسخ اللذات ختمها جبال دريش ديك التيوس عانيها وحصلنا العليقي البيت مخطوط فيها ما قصر كرم كل الوصوف حاقيها جوده بيخجل الطرف اللي بيقولوا عليها ومن الهلبة قمنا صعيد وجيناه الجعيرين اللي بشافها الليد أولاد الخنجر جوتهم صحيح أكيد يلاقوا الضيف تقول جاهم صباح العيد. أستاذنا قلباي شاعرنا قلباي له التحية أدانا نموذج حي للسفر بالإبل زمان الناس أخواننا كانت في بوادينا وريفنا الحبيب بيسافروا المسافات القريبة بالإبل ومرات المسافات البعيدة لكن دي ببيتولة عديل وبحزمولة الزاد وبشقولة الطريق. نمشي لشاعرنا عبد الله الدزاكي جيناك قلبت الشد عليه ظهر البتيب عجيان وحروة حرم وأصل شارد الكيعان أرح ودينا يا خبار باجة العربان وزر الحر فيك مرية الجوغان رفعت يدي ليزو ملاي خلاص متوادع نويت القوم لي بلد اللي وين وفادع كيانك قاد فروع شجر البلوم الساجع اللي الغادي بلد الناوي ليها وناجع أكل الحبة وبرم ضرعاطة مطبوع واسمه فوقيركو وسماحكو انتاتا جاتك باجة يا سمح الخصال اطناطة ضاق وزعايتك الأبال والهنباتا حاضر عقلة الزر من وكر ما بتوب وحيلك شد وجاك وازع الخلب لالوم بلد الرايقة ما بتدانا لأقروب إلا الشد وجوغان بالبقام مقروب نويت السفر قبل الوقت ما ينفلت قهوجت من كيف مزاج مقفل داني السرجل بالشديد متحفل جا في البي عليك وعلى البيجة مسفل حبرت عقال وقدت مسافة نوخت ولفح سرجل مهيلة طوافة على المخجولة كاسيها العفاف وقياف خوجي يا جضع لسه عبلتها مسافة وماتك قبيل بالودية منفزن شايلات زينة العرض طبول الرزن بش دوماتك عليه قلب الجلايد نزن يا براع باجة البزع مشطوب وبوزن خبرت عقال وقمت مرايف علي بلد بروش مطر وهواه مزايف الونسات سر من المجالس عايف نهجم الليلة ماجستير عنده وظايف علي بلد المشيها معاصر جاتك بحر شبق وزلعلو اللي تقافر حيلك شد وبيطرف البويجة تناسر قصد الهلب داك كبر المرادة ياسر. أستاذنا ود قلباي ليك التحية شاعرنا عبد الله الدزاكي ود قلباي نحن والله يمكن على مشارف الخواتيم وانت زول ما شاء الله ليك كلمتك في مجتمع الأدب الشعبي عموما أنا ما دا أقول الدوبيت خصوصا يعني تسلام. كل الأدب الشعبي يدك فيه ما شاء الله واصلة دايرين إنك تدي وصايا بالذات لأولادك الشباب معش الحاصل إن إحنا عارفينه كلنا ما دا نتكلم عنه أو نخوض في تفاصيل معينة ده نحافظ على هويتنا السودانية وثقافتنا نحن السودانية اللي بتشبهنا نحن. رسالتك لأولادك شنو؟ شعراء والناس اللي بيسمعوا أولادك الشعبي هم. والله رسالتي لأولادي يقروا الشعر صح، يقروا الشعر صح زي ما كانوا زمان ناس عكير الدامر عهدنا معاكم كندا بحربة ما بتشلخ صرة عين جبل ملوية ما بتتفلخ أكان يدينا بيك من المسك تتملخ السما تنتكي جلد النمل يتسلخ. نحن دارين الشباب اللي بيقولوا الدوبيت يراجعوا الدوبيت وصححوا صح لأنه في عبارات صراحة ما بتتناسب معانا وأنا ضد تدخيل الأجنبية في الدوبيت زي ما ذكر أخونا الفاروق فاروق محمد الأمين رجل شاعر بارع جدا جدا وهو طبعا مترجم في اللغة الإنجليزية لكن أظنه ما كتب رباعية إلا دخل فيها شيء حتى لو حركت ذاته بديك نفس المعنى ودي ذكرتنا أخونا محمد العربي كباشي من الكوابيش قال لي يا أخي دا لي ثلاث رباعيات واحدة تدخلي فيها الإنجليزية واحدة تجاري لي بقى تباري لي بقى حنفي واحدة تجيب لي باللهجة الكباشية فقلت له والله أنا ضد الناس اللي بيدخلوا الإنجليزية لكن مشينا شربناها جبنا في محل كده وقال ينسجوها لي في الحتة دي فقلت له دي بتشتري اثنين الأولى المنتبرة تمكت مصح الجيزان برد شاتيها جسمها بالعطور نديان شعرة وحكمة عندها والفطاح لكمان هم ونشتروا وهي ما بتبيع يا فلان. الثانية اللي قال يدخلوا لها في الإنجليزي وحتى لو ترجمناه بدي نفس المعنى قلنا له كبدة نوب بروك خصيان شفايف الصيدة جي ال اكس مكيفة كلها كريزيدة إن قدرت مشير
كل الرتب تحتيده وينجلس الطبيب يشفى المريض ويفيده. يا سلام. أما بتحت اللهجة الكباشية قلنا له قول لها عيونك ديل مع رموشك بخربن طبعي، يا سهمك محرب لاصطيادي بلبعي، أرجوك السمح من الدقائق سبعي فيه نوصي وتشهد وحزر ربعي. أما حقت حنفي برميها ودى البكري، طبعا مشكلة حدق زي مشكلة فيتنام، لا بترد ولا بتدينا أي كلام، دلو بريدك علي مزروعة بالألغام وأهلك معلنين حالة الطوارئ دوام. فأنا قلت له واحدة ديك باعتبار انحلت فيتنام، قلنا له مشكلة حدق زي مشكلة كاشمير، لا بترد ولا بتقبل نصايح الغير، لو بيرضيها نحبس لها قلبي أسير أمرها ساري حتى لو عاوز ربنا الطير. فنوصي أخواننا يعني ما يقعوا في غلطات ضد القرآن. نعم. يعني هناك عكير قال السماء تنتكب جلد النمل يسلخ. أيوة. فإنت إذا سلخت النمل أو مثلا شربت لبن الطير معناها كأنك تركشت السماء. نعم. وفي أشياء كثيرة يعني الناس تراجعها. نعم. في دوبيتها. نعم. الدوبيت فاقد الناقد يعني. نعم. داير النقاد زي ما مدرسة الشعر العربي عندها نقاد، كذلك الدوبيت عنده ناس نقاد وفي ناس فطاحلة في المجال ده يعني. حقهم يقعدوا ويكونون هيئة كده ويعرضوا عليهم كل الأعمال قبل ما تسجل. فدي وصيتي لشبابنا ولأبنانا في السودان. ربنا يجزيك خير شاعرنا أحمد قلباي، إن شاء الله الناس تعمل بالوصية إن شاء الله. وكلامه ده كلام تجويد يا أخواننا، الناس تجويد النص وتجويد المعنى وتجويد كلامه وتجويد الغيمة. لأنه الشعر ده في النهاية هو عبارة عن حاجة بتحكي عن غيمة، قيم معينة في المجتمع الناس تحافظ عليها. أستاذنا عبد الله والدزاكي وشاعرنا عبد الله والدزاكي، أنت برضو عندك رسالة موجهة شايف لناس الأدب الشعبي وللشعراء وللناس اللي بيهتموا بالتراث، بتقول لهم شنو؟ والله داير أخشى كرسالة أخيرة، داير أخشى الوطن ده برباعية واحدة وأرجع للوصية. شجاع شعبك شجاع جنديك يا نيلك طمع غرك شمال واديك، والله العظيم لو كمل السلاح اللي فيك ما بندوك حظ بالعصم نحميك. نرجع نقول طب عجال قديم مدرسين ودروس سمح العودة صم والشين بنقر السوس، صيد منظومة الغافية وكلام محسوس إجابة حقيقة الشين والسمح موروس، الجرح اللي بدفق دمه أوصلوا ناس وعجلوا للصلح واهتموا، أسمعوا قولي يا سمح غناي انصموا كيف الزول بشاكل وبس خبيه وادعمه، تدعاك الظروف والأيام قبالة ما تهتم برأي ناس بيجيبوا قوالة، أخوك كان تفه قال اللي عام رجال اديه الصمت ياخي الصمت فوق وأصالة. حلو. نعم. سلام. دي دعوة برضو للحلم وللتسامح. نعم. ونحن نعم. أخواننا أحوج ما نكون لأنه نقبل بعض ونتسامح مع بعض. يا سلام. والغيام النبيلة دي يا شاعرنا عبد الله والدزاكي. نعم. ما بتجي إلا بالصبر. إلا بالصبر. نعم. فهنا بقول شنو؟ بيقول الزول الكريم ما هو مثلا أحسن من غيره ولا أقدر من غيره. نعم. لكن ربنا اداه الصبر إنه يكون بشنو؟ كريم. كريم. والشجاع ما زولا ما بخاف. نعم. لكن قدر بصبره وبيتحمله يتغلب على شنو؟ عليه خوفه. يا سلام. فأصبح شجاع. يا سلام فعلا. أيوة. أتذكر في صلح كان عملنا في منطقتنا. نعم. وحضر الشيخ عبد الرحيم البرعي. فقلنا فيه نادى منادينا مؤذنا فينا هيا إلى الصلح وقد جينا. نحن من أبزع وجد الجد منها وفي أبزع نعيش مكرمين، والشكر موصول للجنة الصلح ولا شك أنها اليوم غاضينا، ولها الأمر ما تراه مناسبا ونحن ثقة وما يرضيها يرضينا، فطالب السأر خسرانا إذا قتل وإن قتل فقد خل الموازين، هب أن قتلنا ماءة في سأرنا هل لميتنا أن يحيا ويأتينا، فلنعفو ولنصفح ولنغسل ضمائرنا ولنوار الشر من قبل توارينا، ولتجري مياهنا كما كانت بجدولها وبالود فهي ستزروينا وتسغينا، نكرأ حرب أجه الشيطان فيما بيننا وإن الفتنة من فعل الشياطين، شلت تآلفنا بذرت تفرغنا زرعت تجافينا، فالفجع فجعنا يا أحبة كلنا واللوم صار يصبحنا ويمسينا، طويل لحد في آخرة قلنا بغير الصلح لا غاض ولا حكم، فلا يصلح محاميهم ولا ينفع محامينا، وصلى الله على محمد رسولنا ما فلغ الصبح وما حلت أماسينا. وطالما الكلام في كردفان قلنا لك كافي كردفان كفاية كفك طايل وكفالة تتيم كفك بعدل المايل، كوني وكان صنيعك يا الملانة نفاية الكوكب من فوارس وصالحين أوائل، ونحن تلبة اليوم الصعب تعينه
صغيرنا نهاج وقراد بموت في دينه دي للسودان كله طبعا ان احنا تلبت اليوم الصعب تعيينه صغيرنا نهاج اسد وكرات بموت في دينه ان احنا مجيرنا من قرض اللي بحاول يهينه والاسد انغلط بيصبعنا من قد عينه ونحن جرارك الشيل والضعيف بنسنده صغيرنا نهاج بشيل اسد الوكور بيزنده ان احنا ولدنا للضيفان بدفقل عنده نحن فراسه العالم قروبه هندو ونحن بطلنا فارسا صلد خاتر الركه هنحن جودنا لا بيوصف ولا بيتحكى هنحن صورة الحرمين وكسوة مكة ولا العنز انجيناه باخذ الجكة ونحن جريحنا لا بزح لا بيوحد بكة وانقطعوه نصفين حاشا ما بتشكى هنحن في العروض قبضتنا ما منفكة نحن اللي نزيل ننحر وندي الفكة ونحن الفينة ترهاغ وفراسة المك جسار الدقنة والمازة المولع بك أبعنجة نجومي ترشينا بلطاما كك النور عنقرة والمهدل عليه الرك ونحن تاريخا قديم معروف هنحن السيفنا بيقطع عقدة الغضروف هنحن في الرجال شمخين جباه ونوف فرسان عركة لاهين البخ ولا الخوف والعالم جميع لجودنا شاهد وقار فرسان عركة في اليوم بزحام حار مهيرة الأسهري المحجوب السلطان على دينار وتحبوه بلطن بأدب الحقار ونحن نباهي يا سودان نفخر بيك والعالم جميع بالشهمة شاهد ليك علي عبد اللطيف قاد الفوارس فيك وجاد الله هاش كسر قلم مكميك ودنوباه وجد الاسم قسم النص كانوا يكتنهوش بيقسم عدوه النص شيخنا الغرشي حين قال للمفتش هو السلم وجسة لسه مع الكلام وبص ونحن الكم ونحن الكيف ونحن الطلقة للقصد نحن السيف ونحن للمفاخر والمكارم كيف ونحن اللقمة للجوعان وميت الضيف وتحياتنا لعموم السودان وأخص أهلنا في كردفان وكذلك البزعة يا سلام سوداننا الممله حدق العين قدر ما شوف بخلي عدوه في خشم الأسد مكتوف سوداني في كل الدول معروف من زمن قديم زمن الحرابة سيوف أبشر والله أبشر بالخير أبشر تحية لكل أهلنا ببادية كردفان الليلة حقيقة قصدنا نحن نقيف وقفة صغيرة مع أهلنا في كردفان ونمر بعد ذاك إن شاء الله في الحلقات القادمة على جميع بوادي السودان إن شاء الله كردفان يمكن مميزة نعم. بجمالها بطبيعتها نعم. ويتوا الليلة أديتونا عرض جميل عنا كلمة وقصة وحكاوي ودي حكاوي دو بيتنا قبل الختام دار ادي المساحة التحية لأخونا عبد الله والدزاكي اللي عنده تحية حي ومن ثم أخونا أحمد كلباي شاعر وطني الفوق وهاجرت ومشيت لشمال وخاويت فوق وحاط الله وعرفت رجال أبشر الله حريف زرع من أي طالق الوبال درت الكل طالع بجديد الفال وطني الفوق معدن والخدار كاسيه فيه عريس مجرتق والسوار في ديه التجوال عاجبنا ومن أقدل فيه نزع ربنا الوطن المحن ما جيه در فريد الساحر الجمال كاسيها تشبه لي عروس ربط السوار في ديها الأعزار هجاز والبنزيم عيد ما فيها نصيبة كبيرة نزع ربنا يكافيها شايف نفحة العز فوق بلد عاجباني بلاش قبلية ما داير انت فرستاني بلد فوق زي ما تمشي تلقى معاني أفرز بس قبيلتي وأفتخر سوداني أبشر والله أبشر أبشر والله أبشر تحياتي لكل من يعرف عبد الله الزاكي وتحية خاصة إلى موسى محمد موسى والشاعر ضواها النور أبو سارة والعبيد الزاكي وتحية خاصة إلى جميع قبائل الفروع البزعة يعني. يا سلام نحن من هنا برضو بنحيي أهلنا البزعة وأنا أدي تحية خاصة جدا موصى عليها لأخوي مصعب عبد المنعم أبو عبد الرحمن لك التحية وبديك أنت المساحة تحيي أستاذ نعم. نواد قلباي التحية لكل السودان شرقا غربا وسطا وأهلنا في عندنا أحبابنا أولاد معروف كان مفروض يكونوا معنا ضيوف شرف في هذه الجلسة شبلي ومحمد معروف وبلال عبد الله له التحية من هنا وأخونا آدم قلباي خليته في البيت طبعا كانوا يجوا معنا وعبد الله محمد أحمد تحيات أيضا خالدة وخاصة لأخونا محمد الفاتح أبو عاقلة وتحيات لكل الشعراء في السودان ولا يفوتنا أن أشكر الشاعر مبارك الهدي وطيب الأسماء عواف وكل من يعرفنا في داخل وخارج السودان تحية لكم انتم وتحية لمشاهدنا العزيز الكريم إن شاء الله إلى لقاء غريب وتحية لفضائية الشروق طبعا قلين عليها بدون أيوة. فرز وبدون ذكر أكيد لنا لقاء غريب إن شاء الله مع برنامجكم حكاوي دوبيت دي الليلة كانت حلقتنا مع أستاذنا عبد الله والدزاكي لك التحية وشاعرنا والباحث في الأدب والتراث أستاذنا أحمد قلباي إلى لقاء غريب بإذن الله نستودعكم الله